يوصلك؟ لا 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 حمدان، أمرك يا حاج. توصل فرحة لحد باب بيتها بالعربية. أمرك يا حاج. مع السلامة. مع السلامة. رجلها على كتف أحسن. ولد يا حمدان. نعم يا حاج. رايح فيه؟ راجع المنظرة. انت اصلا راجع منين؟ كنت بوصل فرحة وراجع يا حاج. خلاص بقت شغلتك توصل فرحة. وصحة الحاج كويسة؟ زي الحديد. يعني بيروح المحجر كل يوم الصبح؟ كل يوم. كذاب، النهاردة الصبح ما راحش. النهاردة راح سوهاج. ايوه كده صح. كان بيقابل المهندسين بتوع الري؟ لا، راح ياكل جلاتي. انت تتمقلت علي. ابدا يا عم الحاج، خد والد بيته وفرحه وراحوا سوهاج، كلوا جلاتي وتغدوا وتفسحوا وبسطوا وجو. هو فرحه برضو الحكايه مال حكايتي يا حاج. حكايتك انت عمال تتكلم كلام بارد. يلا خدني في سكتك. عارف البيت طبعا؟ عارف يا حاج. حلوة عربية الحاج محمد. اكلمها دلوقتي. راجل اهمل، هي لحقت روحت. يعني عشان اطمن عليها. ما انت عليك حاجات يا محمد، مكالمة صغيرة وخلاص. فرحة فرحة فرحة. السلام عليكم. حبيت اجرب نمرتي. أول مرة يرن من يوم ما اشتريته. هكلمك كل دقيقة عشان يفضل يرن على طول. شكرا على الفسحة الحلوة. تصدقي دي أول مرة استعمل المحمول في مكالمة برة الشغل، وكلها مكالمات تحرق الدم. ربنا يراود بالك. مش عايز أطول عليك عشان ودنك ما توجعكيش. مهران كان فرحان قوي. حبيبي مهران ضحكته عندي بالدنيا كلها. ربنا يخليك لي. انا حبيت اطمن عليكي. مع السلامه. في امان الله. مع السلامه يا حاج. قالت لك مع السلامه يا حاج مش يا عم الحاج. الله الله الله، عجبتك دي؟ طبعا تفرق كتير. يا سلام يا سلام على الاختراع الصغير ده. دلوقتي انا عرفت ليه كل واحد في جيبه محمول. مع السلامة يا حش. هقول لك هاتيها، لا ما يصحش. هقول لك هاتيها، لا ما يصحش. وفي الاخر يقول له وصلها يا حمدان. وكانوا فين؟ كانوا فين؟ كانوا جايين بالعربية. أكيد أكيد كانوا في سوهاج. اسألي والد بنتك. تعالى. ودني يا ستي ودني. والله يا مكفي ما قلت لي جدك خدك فين أنت وفرحة؟ لقطع لك ودنك دي خالص. ما كناش. والله ما قلت لي كنت فين لأوريلك. امسكي يا نورة. الأمر يا جد، الأمر يا جد، الأمر يا جد. طار المكفي. يعني كان هو وفرحة في سوهاج؟ باين عليها ايمان على الاخر. الحق يا جد، الحق يا جد. ايه مالك يا مهران؟ مالك عتطفت ليه؟ ستي وحريم اخوالي وخالي حماد عاوزين يموتوني. ليه؟ يا اما اقول لهم خدتني انا وفرحه وعملنا ايه، يا اما يموتوني. ما تخافش، خلي حد منهم بس يكلمك. وخالي حماد قاعد وسطيهم يقول عليك وعلى فرحه كلام. ايه كلام ايه؟ مش فاهم.
بس كلام كده خلى ستي تزعل. طز في خيرك وفي ستك وفي اي حد يزعلك. البنت دي ما تجيش عندنا تاني. وطي حسك يا مندها. مش هوطي حسي يا كاملة، انا عاوزاه يسمعني. واخد لها العربية تحت امرها، وانا ما ركبتش العربية دي في حياتي مرتين. هي اللي بنت باردة، حتى لو قالها عزومة تعالي معاي تركب معاه ليه؟ من بكرة انا هجيب غيرها. فلح بس يقول لنا احنا عيب ومش عيب. هتزعق في بيتي ليه يا مندة؟ ايوه زعق. والبنت دي لا تيجي ولا تركب عربيتك. وانت واقف وسط الحريم ليه؟ خلاص بقيت منهم يا بوي. مش اخرس. انا سمعت كل كلمه قلتها. حماد ما قالش حاجه غلط. كلكم غلط في غلط. جايين حريقه ليه؟ حتى العيل صغير عايزين تضربوه. كذاب وملطش. انا سته اعمل فيه اللي انا عاوزاه وادخل بيتي اللي تلد علي. بيتك انت صدقتي؟ ما حدش له بيوت، كلكم عايشين في خيري، وكل واحد يحط مركوب قديم في حنكه ويسكت. وانت يا ولد امك تعالى ورايا تحت، انت حبيبي اطلع فوق. مبروك، جاي أبارك. الله يبارك فيكم. تباركيلي على إيه؟ والد الجنية مروان شافه. اوعي تكذبي. تفضلوا تفضلوا. اصبري يا مرت عمي، اصبري. انت يا عاد انت مش ناوي تتعدل؟ هو انا عملت ايه؟ ما انا هعدلك يعني هعدلك. هتحبسني تاني؟ لا لا حبس ولا ضرب، حسيبك. ولو حصلت النسيبة ساعتها بس هتحس انت كد ايه يا ني يا فاشل. انت شغال ايه في البيت ده؟ شغال ايه يعني؟ مرحت المحجر ووقفت يوم كامل بحاله. اقعد. اي عيل صغير في البلد بيشيل حجارة على كتافه ما تقدرش تشيلها دقيقتين. ابعتك تشيل حجارة معهم؟ وليه العذاب ده كله؟ انا متعلم وعندي شهادة. اقعد. مبروك عليك الشهادة. روح اشتغل بيها فراش ولا اي شغلانة بكم جنيه في الشهر. بعدين خدت الشهادة كيه؟ مش بفلوسي؟ انت صنعتك ايه؟ ولدك. ولدي يقول عليك الكلام اللي سمعته؟ يا بوي البت دي مش بت. ايه؟ دماغك دي فيها ايه؟ دماغك دي فيها ايه؟ ايه يا بوي حكاية فرحة دي؟ ايه؟ انت كمان؟ انا عارف. عم بذكر قابلته من شويه وقول لي ابوك ديه سبع صياد خد البنت الصغيره سوهاج ودخلوا السيمه. سيمه؟ سيمه ايه؟ انا عارف. انت رحت بيها سوهاج فعلا يا حاج؟ ايوه راح. والله انا ما بقيت عارف اقول له ايه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا تعال هنا. راح فين؟ اترجع يا ابوي. هو انا وحدي اللي هتكلم؟ ما البلد كلها هتتكلم. وبصراحة البت دي مش سهلة. انت مش ولدي؟ انت مش ولدي؟ راسك دي فيها ايه؟ ايه؟ مش ولدي؟